يوه كتير كذبت كتير زمان بقى. اهلا واضح، انا مي فاروق. ما عنديش اسرار كتير، بس ايه اللي زينة بنتي، يعني ناس كتير بتفتكرها مش بنتي وهي طلعت بنتي في الاخر. ان انا بطبيعتي وان انا على سجايتي طول الوقت وواضحة. كنت بحب العب في الشارع. كنت بحب انزل العب في الشارع مع جيراني وصحابي، دي كانت افضل اوقات حياتي. ان انا الناس بتبقى فاكراني انه بخرج وبسهر وبتنطط وبروح وباجي، بس انا قاعده في البيت 24 ساعه طالما عندي شغل. السؤال ده مش عارفة، ده سؤال أنا عمري ما اتسألته، بس نفسي أعلم الناس كلها يبقى عندها حسن نية وما تظلمش وما تأذيش ويفضلوا يتعلموا مني حاجات كويسة. الموت أكبر حاجة بخاف منها هي الموت. لا انا حصل لي حاجات كتيره تكسف، يعني انا وقعت على المسرح، بتهيألي دي اكتر حاجه ممكن تكسفني، مش عارفه. وقعت على المسرح قبل كده وانا طالعه ومش عارفه ايه اللي حصل، فاتزحلقت وقعت قدام ما شاء الله جمهور كان مالي المسرح، حظي كان حلو. بتهيألي اوه ده كمان، ده انا غنيت احلى يوم غنى في حياتي بس كنت صغيره يعني. لا يعني هي كانت من فتره كبيره قوي، و مش عايزه اقول تفاصيلها قوي، بس هي كانت بالنسبه لي مؤلمه، بس عرفت اتخطى، انا بعرف اتخطى يعني، عشان الناس ما تفتكرش انه حب وحاجات كده. واحده كانت تعتبر من اقرب الناس ليا، واكتشفت ان هي عملت موقف لمجرد ان انا يبقى في مشكله بيني وبين صاحبه تانية لينا عشان توقع، وانا ما عملتش كده وما قلتش كده، وكانت بالنسبه لي من اكتر الصدمات اللي حصلت في حياتي. شوفي انا نفسي اغير مناخيري جدا. نفسي اغير مناخيري جدا، ساعات بتعصبني، و ستايل اللبس نفسي اطلع للناس بالشكل اللي هما متعودين، يعني مش متعودين عليا بيه، لان الناس بتشوفني دايما في فساتين سواري وحاجات فورمال وكلاسيك وبتاع، وانا مش في الحته دي خالص اصلا. بس لا هغير مناخيري، وان شاء الله يعني ان شاء الله ما اظهر لهم بالشكل اللي هما هيشوفوني بعد كده، ده اللي هو الشكل العادي بتاع الشباب يعني. شكرا واضح. بحبك والله، بحبك والله والله.